الله او نحرسته وحبالا حاليا اي باريغا عاسما دهرگيسا اسقران لوغو سمي مرحوم احمد حسن موسي او كميدا هاشان يلاباتانكي حبنو دي قليه سري كعانكا اي حكومات دي ملاتوريغا هيد اي صوماليا اسقران لو سمي مرحوم كوحاكا قيب غلي سلاماركانا كهالي مدحوينا جموريا دا صومالي لان مدانا موسى بيه عبدي قدوميها اقل كا قولها قورتدا قدوميها اقل كا قولها وكيلادا حبنا كاترسان قولها وزيرادا سالادين غناسطو وحقرد سياسيين قويهان إهلادي قرابدي يددوين كلا كواسي ودمان تدكور همي قيمها أولها مرحوم أحمد حسن موسي وفوليو مالتي سايو دمان ايا قيردنا واحق واني نبذسو قيسا إلى هاي مرحومك ماذا حددر خيام بدن قصوها أحمد حسن ما انتانو أشكس تونا هون حرست تاريخ دي سإنتي ليلي قددكي وحوغالك ها كيلا هذين باين وفلان هورتا قف دينيا تلماك ورسل مجرد وسيا دين تاوي يقام طلابات انتي وكوشري الدولة دا حما سياد برهو قابنا يي كل السان انو قريك لغيس ايقوع وحو هاننكا قرى ايقوع ايادير سلا وشاخ شاقينا كل نين مساعد شدادا ايام مالا هدد بديهن موقيسا لغو اركا ايوها ويا انو مركا دا يرسيسا قانا اسقاري شرين ايام نوحين لكن انتا لغو شاقي دادكا وقعان قبو التواضع عابا واللغو تلمامي دادك عايز بيغانين وحدي الله وعيدك عابا ليسا أما وحكا ترسال ليسانا كل السوق سيب باب لغا ومسو بحجر إيانا وا تلمامي وناكسن رقا عدرك دوسو هالقبين نرشو دي وردان مسؤولي دون إنا وحوانا تيار دوك حو قبطان كل ما يستوي قفلو حيل هيانا وا لغا تشكتا ورقا لغو إيديريه إلهي هون حارست قويس كي سمرية إيمان الله كسيو أول خير غبا إساق يوم دوالا هنكي سيا صورب إنا قانا الله نو قدوان حارست داد كي يدل كوا الله نو بركة خير كان رمض الخير غبا نول كان مانفع خير غبا إلهي نكسيو توفيق يو ساف قرشا يو وشقين الله نسيو لما أنا ألق نوسي ليسو تشيدي أحمد حسن موسى هذا وينت وما تقرر كبحي بوها فهي هلقن يوح قبض يهرو مركة ومضع يمد مدي دبا مدرر كشغين يبا وحكى الله إنه ما أنت ترك الرامج تستيو حوي إلا هو أبالكي ونقولها عدوك كوابا المريو تساوي قدي وكسودو إلا هو الحريس خوشكي سي هلدي سي يا قرابة دي يا قرن كبير لاي سبري إلا هكسي وين عليه راجعون وحن نشوقنا آسكي أحمد حسن موسى إلا هو الحريستو أنا وإنت عن كيقين أقوام بدن السبعنا الحين شخصيا هو دي آد نين دين تكوى راكسن نين شقدي سآد عدوه وأنا مصباح 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 أحمد حسن موسى أحمد حسن موسى لهين حريست شنادها كورابيو وحين ندعو عين إن لهين حريست شنادها كورابيو وحين تعسيدين إن قويسكي فر حسن موسى ولالكي محمود حسن موسى هلودو دي بشو دي يدامان قويس كورنا بين الله إن إلهي سمري إيمان هيدي كسيو dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay Ilaahay samariyay iman haydi ka siiyo qofadano wanaagsan buu ahaa oo cibaado badan wuxuu ka mid ahaa 1996-kii dalkii inqilaabkii ka dhacay Soomaaliland Soomaaliya saraakiisha hawsha gashay buu ka mid ahaa xilal badan buu soo qabtay wasaaro fadal badan buu wasiir ka soo noqday كل قف في الفرعون وعبادنا لبواها هذا كل ما أنت
arimi ka dhacay muddadii taliska uu kamid ahaa walaan isaga maanta waxba looga haysanin waxaan leenahay allah u naxariisto ahmed baku qaahira ka soo roday isbaraday waxaan aad soo barar dagaalkii ethiopia iyo soomaaliya wada galay afar iyo lixdankii baan isugu dhibay doolo iyo luuq dagaalkaas baan wada galay waxaan xusuustaa wuxuu ahaa nin shaksi dub fiican geesi ah ixtiraam badan ururkii uu watay ilaa waxay garay ilaa dhagiile ay ku dhowaadeen markii uu noqday golaha sare kacaanka aad baanu saaxiib u ahayn way is wareysan jirnay wuxuu ahaa nin xaq darada diida oo dhowr jeer ay isku dhaceen maxamed siyaad barre oo anigoo safiira buu maxamed siyaad barre igu yidhi axmed xasan marka arrin gobolka lasoo qaado waqooyi wuu iloobaa inuu golaha sare kacaan ka tirsan yahay wuu iloobaa marka waa nin aad shaksi fiican oo dadka u hiiliya oo xaqdarada diida raxmaan raxiim innaa lilaahi waa innaa ilaahi raajicuun waxaan halkan uga tacsidaynayaa axmed xasan muuse oo aanu isku deegaan ka soo jeednay isku meelna ku dhalanay axmed xasan muuse allah u naxariistee wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii shan iyo labaatanka ka ahaa ee sameeyey inqilaabkii militari ee 1969-kii wuxuu taliye urur ka noqday magaalada gaalkacyo wuxuu ahaa shaqsigii ugu waqtiga adkaa ee marka laga hadlayo buuggii ay iska qoreen 25-ka nin lugtii uu taleex kaga baxay isaga oo aqoon raadisa masar buu ku galay ilaahay marxuumka aan u soo ururay maanta jannadii firdowsaha ka waraabiyo ha inagana aqbalo ducada aan u ducaynayno taariikhdii waa laga warramay raggii dhaga waaweynaa baa ka warramay waana la wada tegi oo waxa weyn maanta waxa weyn markaan qof la garanayo oo la aasiya aad aragto waxaad dareemaysaa inaad adna sii socoto ilaahay ha u naxariisto axmed xasan muuse oo maanta aynu aaskiisii iyo tacsidiisii joogno oo halkan hargeysa aas qaran loogu sameeyey ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qabriga ha u nuuro sidaa madaxdii iyo waayeelkiis yaqaaneen ay ka warrameen taariikhaadii aad u dheer buu lahaa oo intaa 50 sano ilaa 60 sannadood uu soo shaqaynayey oo heerkay marba joogto ummadda soomaalilan iyo ummadda soomaalidaba ugu soo shaqaynayay